اخوان السلام عليكم، مبروك. عند التابع البسيط اللي هو تابع صياد، كان خلال جي اصدقائي اليوم من المدينه، واليوم شديتو كما تشاهدون، ونعاود نطلق الصراحه ديالو لانه تيعتاد واحد المنافع، ولو انه هو تيختار مثلا تياكل الفئران تياكل العقارب، خلاو يعيش حياه جيده. انا غنطلق الصراحه ديالو كما تشاهدون، ها هو يمشي بحالاتو، سير ويرجع فيا. ها لاحظ معي، ها شوف 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 كيدير، شوف شوف حذاري ثم حذاري. غنعاود نشدو ثاني مره اخرى، ها هو انه بغى يدور فيا، انا بغيت نطلق الصراحه ديالو وهو بغى يدور فيا ما كيحشمش. ها شوف شوف لاحظ معي، ها ها شوف 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 ها شوف ها شوف اهدا اهدا لاحظ معي، ها شوف ها شوف شوف هو اش كيدير، شوف شوف ها لا كنحكمو نعاود نحكمو هو لأنه غابي، نلعبو معاه شوية، نجي نضحك واحد شوية، نطلقو الصراحة ديالو، هدا هدا هدا، شوف 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 هدا هدا، شوية فيه ما يدار، ها فيه ما يدار شوية، فيه شوية ما يدار، ها فيه ما يدار، ها ها. طاك طاك هدا غنسخفو شوية، ولا كان شي واحد من صحاب الحلاقة تيشري الأفاعي راه نبيع عليه، مكاينش المشكل، كاين الحناش شد ليه الحناش، معنديش المشكل، نبيع ليه الحنيشات، نتفاهمو معاه في الثمن، الثمن راه مزيان خلو تو يترزق. نتمنى التعليقات ديالكم، غنعاود نشدو. انا عاود نشدو، هاو شديتو، هادي الحركة الى بغيت تشد الحنش، وراك مزيان، انا حكمتو دابا، هاو حكمتو، حكمتو دابا، حكمتو دابا، هاو عاود شديتو. نتمنى هاد الفكرة تفيد الجميع، والناس ما يكونش خاوهم من التعابين. دابا الصيف هذا دير واحد العصا ولا واحد الحديدة، وحاول تبعد منه شوية، اولا البسبوط في رجلك ياك، ودير ليغا من الاحسن، دير ليغا وتشدو مباشره باليد ديالك. يلا اعانكم الله.